ان طيب شاء كان الله. اخر سؤال معانا الاستاذ الحمد لله. حمدي كان عايز يثبت ملكية الخمس قراريط اللي هو يملكهم بدون اثبات. بدون هو اثبات هو بيقول نفسه بيقول احنا معناش ولا ورقه معناش اي ورقه، وفيما يبدو ان هي اراضي من بتوع زمان، فكانت العقود بتبقى متداوله داخل الاسر، ما كانش عندهم بقى لا محامين ولا اجراءات ولا بيسجلوا، بيمضوا عقود ما بينهم وبين بعض. والله لو عنده ما يثبت او يستطيع ان هو يتحصل على اي اوراق وقال ان انا والدتي ما كانتش بتمضي وكانت بتبصم، ولقى ورق منسوب صدوره لوالدته مخالف لقصه البصمه وممضي او موقع، ياخد الورق ويروح يقدم بيه بلاغ في النيابه. ممكن هنا استعين بشهود؟ يستعين بشهود في ايه؟ في اثبات الملكيه؟ اه. طب وهم لو هم معاهم عقود والشهود دول مين؟ ولازم يكون شهود مجلس العقد اللي تم بس. عمليه مش سهله.